مشاهدونا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه النشرة والتي تضم إلى جانب نشرة الأخبار موجز اقتصادي وآخر رياضي. أهلا بكم وإليكم التفاصيل. أصدر رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا أعلن فيه وقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان وعلى الجبهات كافة، وقال إن المرسوم جاء تهيئة لأجواء الاستقرار والأمان واستشراقا لعهد جديد يتحقق فيه السلام والطمأنينة والأمن على ربوع السودان. وكانت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو قد علقت المفاوضات مع الحكومة الانتقالية بسبب ما أسمته خروقات حكومية لوقف إطلاق النار، ورهنت الحركة الشعبية عودتها إلى التفاوض بوقف فوري للعدائيات وتخلي الحكومة عن الخيار العسكري وتراجع عن احتلال مناطق تخص الحركة بجانب التحقيق في اغتيال شيخ قرية الزلطية محمد عبد الفضيل. وأحصى بيان أصدره رئيس وفد الحركة بمفاوضات جبع عمار أمام دلدوم ما أسماه خروقات القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في مناطق الغلفان. رحبت الحركة الشعبية بقيادة مالك عجار بقرار رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد، حيث دعت الحركة للإسراع بالتوقيع على وقف العدائيات. وقال ضحية سرير توتو القيادي بالحركة في تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية: نريد من الحكومة أن تكون إيجابية في هذه المسألة، لأنه من دون التوقيع على وقف العدائيات بشكل رسمي من الجانبين لن يتحقق السلام بشكل عملي. وأشار توتو إلى أن المفاوضات المباشرة ستبحث ملفات المساعدات الإنسانية ووقف العدائيات ثم الترتيبات الأمنية، وأضاف: نحن في الحركة الشعبية بقيادة مالك عجار لدينا روح إيجابية تتعلق بضرورة إنجاز هذه الملفات قبل الشروع في الملفات الأخرى. أصدرت قيادة لجنة الوساطة لمحادثات السلام السودانية بيانا مساء أمس أعلنت فيه تأجيل التفاوض المباشر بين وفد الحكومة ووفد الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو لمدة 24 ساعة، حيث كان مقررا لها أن تبدأ اليوم الأربعاء 16 من أكتوبر، حيث الجداول المتفق عليها مسبقا من قبل الأطراف. وأوضح البيان أن التأجيل جاء بسبب الاحتجاج الذي تقدمت به الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو ضد الحكومة السودانية التي تتهمها بخرق وقف إطلاق النار في الأحداث الأخيرة التي وقعت في منطقة خور الورل في جنوب كردفان. وأوضح البيان أن الوساطة قررت التأجيل لإجراء مزيد من المشاورات بين الأطراف لمعالجة الأمر، كما ناشد بيان الوساطة الطرفين إلى الهدوء وضبط النفس لإتاحة الفرصة لأجواء السلام والتصالح. التقى رئيس مفوضية السلام وعضو وفد الحكومة لمفاوضات السلام الدكتور سليمان آدم الدبيلو بمقر إقامته بفندق براميد في جوبا بالسيد جيرمايا كينغسلي مامابولو المبعوث المشترك لبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور. وبحث اللقاء عملية السلام الجارية في جوبا والترتيبات المتعلقة بالتفاوض بين الحكومة وفصائل الكفاح المسلح، بالإضافة إلى دعم ومساعدة الاتحاد الأفريقي للمفاوضات. وأوضح الدكتور سليمان رئيس مفوضية السلام في تصريح صحفي عقب اللقاء إن الاتحاد الإفريقي عرض دعمه للعملية السلمية الجارية في جوبا. أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي البارز بقوى الحرية والتغيير عمر الدقير إن إزالة أسباب الحرب وإنصاف ضحاياها وتحقيق السلام من المطالب العاجلة التي تمثل ذروة تحقيق العدالة. ودعا الدقير إلى إصلاحات قانونية وإجراءات عاجلة لتحقيق العدل، كما طالب الدجير بتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو الماضي من أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والشجاعة، وأن تتمتع اللجنة بكافة الصلاحيات التي تمكنها من إنجاز مهمتها بكفاءة. كما دعا الدجير إلى أن يتبع تعيين رئيس القضاء والنائب العام شروعهما الفوري
مع الجهات المختصة في إعادة المنظومة العدلية والحقوقية بما يضمن استقلاليتها ونزاهتها وسيادة حكم القانون، والعمل من أجل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعادة المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الحراك الثوري، وتسوية مظالم كل المفصولين تعسفيا خلال حقبة النظام السابق، وتفعيل مبدأ المحاسبة على الجرائم والمخالفات، وإصدار قانون مفوضية العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد تمهيدا لتشكيلهما ومباشرة مهمتهما. نحن نعتقد أن السلام هو القضية المفتاحية في قضايا الفترة الانتقالية، المفتاحية بمعنى أنه يعني بدون حدوث اختراق في ملف السلام وتحقيق السلام الفشل سيلازمنا في حلحلة قضية بقية القضايا ومقابلة بقية التحديات، سواء كان التحدي النهوض الاقتصادي أو التحول الديمقراطي وما إلى غير ذلك. وبالتالي بالنسبة لنا السلام هو أولوية، ولحسن الحظ الأطراف جميعا سواء كان السلطة الانتقالية أو قوى الكفاح المسلح والرأي العام بطبيعة الحال، كل هذه الأطراف متفقة على هذه الرؤية، وإن السلام يجب أن يكون القضية التي تحظى بالأولوية وعبرها ننفذ إلى مواجهة بقية التحديات. هذا وقد استطلعت كاميرا طيبة عددا من المهتمين والمواطنين بشأن أساس الشراكة الذي تنطلق منه مفاوضات جوبا ومدى أهميته في سرعة توصل طرفي الحكومة والحركات المسلحة إلى تسوية سياسية. أفتكر أنه يعني عشان إحنا نصل لحل مشكلة السلام لابد أن نحل المشاكل الأساسية. يعني في مظالم، يعني أهلنا في دارفور، أهلنا في شرق السودان، أهلنا في جبال النوبة، أهلنا في نيل الأزرق، في مظالم تاريخية وفي ناس شردت وفي ناس حصلت لها مشاكل كثيرة إشكاليات. لا بد إنه الناس يصلوا لحل لإيقاب اللي هو فترة بين الويلات والفترة بتاعت رد الاعتبار. وعملية رد الاعتبار دي بتتطلب تعويضات وبتتطلب إنه الناس يتراضوا وإن الناس يصلوا لحل لمشكلة السودان. طبعا المسألة بتاعت التفاوض الاثنين قاموا من أجل إنه البلد تمشي لقدام، فده إذا فعليا هم قاعدين في تحقيق قضايا السودان وتقديم السودان لقدام، فده بيسهل عملية السلام بشكل سريع قبل الفترة المحددة. أما إذا كان هنالك أجندة أخرى فبالطبيعي إنه عملية السلام ما حتفضي للمطلوب منها في الفترة الجاية. أنا أفتكر إنه كل السبل لتحقيق السلام هي قاعدة بالشرعية الثورية اللي بانتصار 19 ديسمبر. المفاوضات هي جزء من الحرية والتغيير وجزء كبير جدا منها في مكون نداء السودان عدا عبد العزيز الحلو وعبد الواحد. هذه هي نقاط قوة يمكن أن تزيل كثير من العقبات والخلافات اللي ممكن تكون بين الأطراف المختلفة. الحكومة الحالية هي ممثلة لقوى الحرية والتغيير، وقوى الحرية والتغيير هي الحاضنة السياسية للحكومة. كل هذه الشراكات إذا أديرت بطريقة علمية وطريقة استراتيجية وراعت مصلحة السودان في المرحلة القادمة سنصل لسلام في أقرب وقت. تحديات تواجه عملية التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا. مراقبون يشددون على ضرورة مخاطبة جذور الأزمة السودانية، وتمثل الشركات المختلفة التي جمعت بين أطراف التفاوض أهمية كبيرة يمكن أن تنعكس إيجابا على خطوات ومسارات التفاوض. التحديات الموجودة على طاولة التفاوض بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا تحديات غير عصية على الجانبين بحسب مراقبين. في ظل قواسم مشتركة تجمع بين الطرفين يمكن أن توظف بصورة جيدة لتسرع من عمليات التفاوض من خلال مخاطبة جريئة ومحكمة لجذور الأزمة للعديد من القضايا التي تخص ملفات السلام في السودان. كل التسهيلات اللازمة مطلوبة لإحلال السلام. هذا الأمر فقط يتطلب الإرادة السياسية من الجانبين. متى ما توفرت الإرادة السياسية لحل قضية الحرب والسلام وإقامة سلام دائم ومستدام في السودان، متى ما توفرت الإرادة السياسية
بمقدور أن نصل إلى النهايات المطلوبة. الإرادة السياسية متوفرة لدى كل السودانيين. لا نتحدث هنا عن حكومة دكتور عبدالله حمدوك أو مجلس السيادة، كل السودانيين. الشراكات المختلفة والمتعددة التي جمعت بين أطراف التفاوض وتمثل أهمية كبيرة يمكن أن تنعكس على خطوات ومراحل التفاوض بصورة إيجابية، ويعد محور شراكة المجتمع الدولي مع كليهما شراكة ذكية ربما تشكل جسور صلة لتحقيق برامج ما بعد الاتفاق التي تحتاج إلى دعم ومشاركة خارجية مهمة. يعني كدول إذا كانت السعودية ولا الإمارات ولا غيرها من الدول المذكورة هي دول ذات علاقات وطيدة جدا بالسودان، دول لديها مصالح مشتركة مع السودان، أيضا تستطيع هذه الدول بما لديها من إمكانيات إنه يعني تساهم مساهمة كبيرة جدا في أي مؤتمر للمنح وللدعومات ما بعد السلام. أنا بالتأكيد السلام لديه مطلوبات كثيرة جدا حينما تأتي. وبالرغم من أن الأسئلة المتعلقة باندلاع الحروبات في حاجة ماسة للإجابات القاطعة حتى لا تحدث أي خروقات بين الطرفين، إلا أن المنابر التي تناولتها ربما قيبت الإرادة والجدية في حلها، لكن الشراكات التي جمعت بين الحكومة والحركات المسلحة قد تميز هذا المنبر عن غيره من منابر السلام. الشراكة السياسية والثورية والمجتمعية بالإضافة إلى شراكة النضال والكفاح المسلح جميعها تشكل قاسما مشتركا بين الحكومة والحركات المسلحة، ربما تشكل مسارا آمنا لعمليات التفاوض وتحصنها من أي خروقات تحدث بين الطرفين ربما يبطئ من سير عمليات التفاوض. رمضان عبد القادر، قناة الطيبة، الخرطوم. تمكنت القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية من استعادة أكثر من 100 مواطن سوداني في الحدود الليبية بعد أن أبعدتهم السلطات الليبية من داخل أراضيها، وأكد والي الولاية المكلف اللواء الركن محمد الحسن الساعوري خلال تفقده أحوال العائدين برئاسة القوات المشتركة السودانية الليبية مواصلة جهود حكومة الولاية الشمالية لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. وأشار الولي إلى أن السودان ما زال يتمتع بالأمن والاستقرار وينعم بالخيرات والموارد التي يجب من كل أبنائه استغلالها وعدم التفكير في الهجرة غير المنظمة نظرا لخطورتها على الأمن والاقتصاد. هذا وقد استطلعت كاميرا طيبة عددا من المواطنين حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية للسودانيين برا إلى ليبيا. استهداف واحد للشباب بما فيهم ثم مضايقات سياسية قاعد بيحصل أصدقائها، وهو ده سوى خلاهم انه لازم الناس يهاجروا ويقلوا بلاد بانه يمارسوا حياتهم الطبيعيه او يمارسوا حقهم الاساسي بما فيهم الحق الاساسي من الناحيه القانونيه اللي هو حق الحياه. المقاتر اللي هو يعني شبابهم في غالبه لو مسكت في الدول الجوار بذات ليبيا وطشات غالبيه الشباب اللي هاجروا بطريقه غير شرعيه شباب صغار السن يعني، وده ده مقادر حقيقيه وضياء للوقت بالنسبه لهم، لانه لكن ما في مفر من ذلك. الناس تسافر برا دي حاجه كويسه يعني بما انه يعني البلد بقت شويه كده الاوضاع بقت صعبه، لكن كمان يعني لها مخاطر كثيره. يعني انت بتخد نفسك في ريسك بتاع انه مثلا تغرق، احتمال تصل هناك الحته دي واحتمال ما تصل اصلا، فمرات بتواجهك يعني كثير من المصاعب بالذات للشباب. فهو بيلقى انه بس ما في حل غير انه هو يسافر يعني لانه يضغط شويه في البلد دي، لكن كمان انت بتمشي ما بتحسب الحاجات اللي انت ماشي مقبل عليها. يعني مرات انت تكون مسافر في نفس البلد اللي انت ماشي منها وقاطع بالبحر يقوموا يقبضوك يدخلوك في سجن وتبقى في معتقلات وبتاع، لحد ما تجي هنا بتلقى نفسك انت يعني خسرت حاجات كثيره. عرفتها يفكر انه يعني يبني مستقبله، يعني مستقبله يكون افضل لقدام، يعني يتزوج وحياه زي دي. لكن المخاطر اكثر حاجه بتلاقيه انه حتكون في تكون في صعوبه في التاقلم في البلد. لو كان مثلا في مثلا دوله اوروبيه هتكون عنده صعوبات كثيرة إنه يتعامل مع الناس، وبتكون تاني في صعوبات في مثلا ليبيا يعني حسي حاليا ما الوضع ما من هناك، وفي يعني بنسمع إنه في قتيل وفي حرب.
اهتمام دولي كبير هذه الأيام بظاهرة الهجرة غير الشرعية للسودانيين برا إلى ليبيا، وتصاحب هذه العملية مخاطر تهدد طريق المهاجرين للوصول إلى وجهتهم. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أبرز المخاطر التي تهدد المهاجرين هي أسرهم أو أسرهم من قبل الميليشيات المسلحة. اهتمام دولي كبير هذه الأيام بظاهرة الهجرة غير الشرعية للسودانيين برا إلى ليبيا ودول الجوار، حيث صارت الظاهرة تشكل تهديدا لاستقرار بعض دول الجوار وأمنها القومي، كما أنها تشكل تحديا كبيرا لقوات حرس الحدود التابعة لهذه الدول. وتصاحب عملية الهجرة مخاطر تتهدد طريق المهاجرين للوصول إلى وجهتهم، أهمها خطورة الطريق، حيث حددت تقارير إقليمية أن مسار الهجرة من الوجهة الأولى السودان وصولا إلى أوروبا يبدأ من السودان عبر الحدود المصرية، ومنها إلى ليبيا عبر جبل عبد المالك شرقا إلى منطقة السرير، مرورا على منطقة الوحات وصولا إلى منطقة إجدابيا والبريكة، ومن ثم إلى الشمال وصولا إلى أوروبا، إضافة إلى 6 مسارات أخرى يسلكها مهربو المهاجرين. أما تقارير الأمم المتحدة فتشير إلى أن أبرز المخاطر التي تتهدد المهاجرين هي أسرهم من قبل الميليشيات المسلحة التي دائما ما تطالب ذويهم بالفدية أو تقوم ببيع أعضائهم والكسب منها. وتبقى المخاطر تتهدد هذه العملية غير الشرعية التي تعقبها عواقب وخيمة تؤدي في كثير من الأحيان إلى فقدان المهاجرين لأرواحهم في طريق الهجرة. والمجتمع الدولي بدوره يحاول مكافحة هذه الظاهرة التي أصبحت تتهدد المجتمعات واقتصاد كثير من الدول التي يقصدها المهاجرين، وتبقى أدوار المجتمع الدولي جلية في دعمها لدول الممر التي يسلكها المهاجرون دون الوصول إلى الدول المستهدفة. أصدر رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك بناء على توصية وزير الثقافة والإعلام قرارا بإعفاء عبد الله جاد الله أحمد نمر من منصب وكيل وزارة الإعلام المكلف، وتعيين رشيد سعيد يعقوب وكيلا أول لوزارة الثقافة والإعلام. كما أصدر حمدوك بتوصية من وزير العدل قرارا بإعفاء بابكر أحمد علي قشي من وظيفة وكيل وزارة العدل، وتعيين المستشار العام سهام عثمان محمد أحمد وكيلا للوزارة. كما أصدر رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك قرارا بإعفاء نصر الدين محمد الحسين من وظيفة مدير عام شركة أرياب للتعدين المحدودة، وتعيين مجذوب عثمان الحسن مديرا عاما للشركة. ووجه القرار وزارتي الطاقة والتعدين والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات الأخرى المعنية اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. أحالت النيابة المختصة بالتحقيقات في جرائم الفساد لمحكمة جنايات الخرطوم شمال ملف محاكمة مدير شركة سين للغلال طارق سير الختم. وقالت صحيفة الانتباه الصادرة اليوم الخميس إن تحويل الملف يجيء على خلفية اتهامه بمخالفة قانون تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وأمر الطوارئ. وأوضحت المصادر أن النيابة المختصة ألقت القبض على المتهم طارق سير الختم في وقت سابق، وأخضعته للتحقيقات حول تعامله في النقد الأجنبي مع الرئيس المعزول البشير الذي يحاكم في بلاغ منفصل. استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري إلى تنوير حول زيارة رئيس الوزراء إلى إثيوبيا مؤخرا، والتي ناقش خلالها قضايا العلاقات الثنائية وأفاق التعاون المشترك بجانب الأوضاع في الإقليم وخاصة في منطقة الإيجاد. كما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إنه تم الاتفاق خلال الزيارة على سحب مرشح إثيوبيا لمنصب نائب رئيس منظمة الهجرة الدولية لصالح مرشح السودان، مبينا أنه بهذه الخطوة يصبح المرشح السوداني أوفر حظا للفوز بالموقع. وقال إن الزيارة أكدت تفعيل اتفاقية التبادل الكهربائي بين السودان وإثيوبيا، حيث تم الاتفاق على تزويد السودان ب 300 ميجا وات من الكهرباء، مبينا أن ذلك يتطلب بعض التجهيزات الهندسية والفنية لاستيعاب هذه الكمية التي ستسهم جزئيا في حل مشكلة الكهرباء. قرر مجلس الأمن الدولي تمديد تفويض قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة يونسفا
لمنطقة أبيي حتى 15 نوفمبر. وقال المجلس إنه مدد ولاية القوة الأمنية المؤقتة المنشأة بموجب القرار 2024 الذي تضمن الدعم للآلية المشتركة. ولفت المجلس الدولي في بيانه إلى أن هذا التهديد يعد الأخير ما لم يتخذ السودان وجنوب السودان تدابير لإظهار تقدم ملموس بشأن ترسيم الحدود. وأضاف البيان إنه إذا لم يكن الأمر كذلك فقد تقرر أن عدد القوات المسموح به لقوة يونسفا سينخفض إلى 557 جنديا. نشرة الأخبار متواصلة معكم من قناة طيبة الفضائية وفيها بعد الفاصل. وزارة المالية تؤكد أن متأخرات السودان على البنك الدولي لا تتجاوز 3 مليارات دولار. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، والآن ننتقل إلى طائفة من الأخبار الاقتصادية. قالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إن متأخرات السودان على البنك الدولي لا تتجاوز 3 مليارات دولار. وأبان وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مكي ميرغني بأن المتأخرات السودان لا تصل إلى 3 مليارات دولار، وأن الحكومة عاكفة حاليا على إجراء إصلاحات اقتصادية لم تحدد تفاصيلها. وقال إن متأخرات حجبت القروض عن السودان لكنها لم توقف المنح. وأكد ميرغني استمرار البنك الدولي في دعم وتعزيز القدرات بحكم أن السودان عضو فيه، إضافة لدعم الجهاز المركزي، وتوقع منح السودان قروضا من البنك الدولي حال الوفاء بالمتأخرات. وكانت المديرة الإقليمية للبنك الدولي لإثيوبيا وإريتريا والسودان وجنوب السودان كارولين تورك قد قالت خلال ورشة عقدت بالخرطوم هذا الشهر إنه سيكون من الصعب على المؤسسات المالية الدولية تقديم أي دعم للخرطوم في الوقت الحالي. وأضافت إن على الحكومة دفع متأخرات للمؤسسات المالية والدائنين تتراوح بين 15 مليار دولار و16 مليار دولار. أعلن بنك السودان المركزي إصدار العملة الورقية الجديدة فئة 1000 جنيه بمواصفات وألوان وعلامات تأمينية. وأوضح إعلان للمركزي إنه تم إصدار العملة الجديدة فئة 1000 جنيه بموجب المادة 6000 من قانون بنك السودان المركزي للعام 2002 وتعديلاته اللاحقة، واستنادا إلى سلطاته واختصاصاته ومسؤولياته في حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار صرفها والمساعدة في تحقيق الاستقرار والاقتصاد. وقف والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد حسين على تجربة شركة ميروغاند الروسية للتعدين بمنطقة العبيدية بمحلية بربر في معالجات مخلفات التعدين. وأشاد الوالي بتجربة الشركة في استخلاص الذهب عبر تقنية حديثة وآمنة تسهم في الحفاظ على سلامة البيئة وعلى صحة الإنسان والحيوان، مؤكدا أنها تدعم بشكل مباشر قرارات الدولة الرامية للتخلص من استخدامات الزئبق في معالجة مخلفات التعدين. وأعلن الوالي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ميروفورد الروسية للدخول في مجالات استثمارية أخرى وعلى رأسها تطوير الزراعة عبر إدخال التقنيات الحديثة. كما جدد حماد رغبة حكومته في فتح أبواب الولاية للاستثمار الجاد الوطني والأجنبي مع تبسيط الإجراءات ومنح المستثمرين التسهيلات كافة، فيما أكدت إدارة شركة ميروفورد الروسية للتعدين التزامها بالاشتراطات البيئية وبرامج المسؤولية المجتمعية والدخول مع الولاية في المزيد من الشراكات في مجالات الاستثمار المختلفة. انتهت النشرة الاقتصادية، وفيما يلي نتابع بعض الأخبار الرياضية. قال لاعب الهلال السابق إدريس أمبوبو لاعبنا كان زامبي الحالي إنه تلقى اتصالا من الهلال
وقال مبابو خلال تصريحات صحفية إنه لا يمانع العودة للهلال، وينتظر حاليا التذاكر لإكمال إجراءات الدخول للسودان للانضمام للهلال والمشاركة معه في الأبطال. يذكر أن اسم مبابو لا يزال موجودا في كشف الهلال الأفريقي. إلى ذلك أكدت تقارير صحفية أن نادي الهلال قرر تجديد عقوبات لاعبيه مطلق سراح، وهم عبد اللطيف بوي وولاء الدين موسى والسمو المرغني. رفع المنتخب الوطني من نسق الإعداد لمواجهة تنزانيا يوم بعد غد الجمعة ضمن تصفيات أمم إفريقيا للمحليين للعام 2020 بالكاميرون. وأجرى المنتخب الوطني حصة تدريبية أمس استعدادا لمواجهة تنزانيا ليوم الجمعة باستاد المريخ، حيث يأمل المنتخب في تعزيز الانتصار الذي حققه المنتخب في دار السلام بهدف ياسر مزمل. إلى ذلك بحث رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم كمال شداد مع رئيس لجنة المنتخبات حسن برجو الترتيبات الإدارية والفنية للمباراة. أصدرت المفوضية الولائية للشباب والرياضة بولاية الخرطوم قراراً قضى بإيقاف إجراءات الجمعية العمومية لنادي المريخ لإجازة النظام الأساسي. وجاء قرار المفوضية على خلفية شكوى تقدم بها عدد من أعضاء بجمعية نادي المريخ لسقوط أسمائهم من الكشوفات التي قام مجلس المريخ برفعها للمشاركة في جمعية إجازة النظام الأساسي، والذي سبق وأن حدد مجلس الإدارة موعدها يوم السبت 19 من أكتوبر الجاري قبل أن تتدخل المفوضية وتؤجل إجراءات انعقادها. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأهم العناوين. البرهان يصدر مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان. الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار ترحب بقرار وقف إطلاق النار في البلاد. تأجيل المفاوضات بين وفد الحكومة والحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو لمدة 24 ساعة. شكرا للمتابعة، في أمان الله.